تخلد الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل عيدها الأممي. وهذه السنة نخلد هذا الاحتفال في ظروف جد استثنائية تتميز بغلاء المعيشة، تتميز بضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والجماهير الشعبية. وهذا اليوم سنجعل منه يوم الاحتجاج والاستنكار ضد غلاء المعيشة وضد جميد الأجور وضد الحيف الضريبي الذي يطال الطبقة العاملة باقتطاعات مهولة. وسنخلده الاحتجاج كذلك لعدم التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي ديال دورة أبريل، بحيث جرت العادة منذ سنوات أن نتفاوض ونتحاور ونصل إلى توافقات من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء. وللأسف هذه السنة من بعد الاجتماع مع السيد رئيس الحكومة يوم الجمعة 14 أبريل لم تتم لا دعوة الوفد ديالنا الاتحاد المغربي للشغل من أجل الرد على مطالبنا ولا حتى استشارتنا. فلتذكير مطالب الاتحاد المغربي للشغل اللي عرضناها على السيد رئيس الحكومة يوم الجمعة 14 أبريل واضحة وعادلة ومشروعة. أول مطلب وهو وضع حد لضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات على رأسهم الأجراء، واقترحنا عليه التخفيض من الضريبة عن القيمة المضافة لا تيفيا اللي كتلهب الجيوب ديال المغاربة وكتمشي من 10 حتى 20% حول كل المواد الأساسية، وهذا من غير المعقول في هذه الظرفية العصيبة. وقد سبق وأن سنت مجموعة من الدول ديال البحر الأبيض المتوسط هذا الإجراء بتخفيض الضريبة عن القيمة المضافة. كذلك اللي طرحنا للسيد رئيس الحكومة وهو التخفيض من الضريبة عن الأجور وما يسمونه بالضريبة عن الدخل. نحن الأجراء في كل القطاعات المهنية في القطاع الخاص والعام يقتطع لنا ضريبة كتمشي من 10 حتى 38%، ونحن الشريحة الوحيدة التي تؤدي الضريبة ديالها عن الدخل بطريقة منتظمة وبدون تهرب جبائي لأنها تقتطع من المنبع، خلافا لفئات اجتماعية ومهنية أخرى التي تمارس التهرب الضريبي. ورقم له دلالة واضحة، 74% من مداخل الضريبة عن الدخل هي نابعة من الأجور هذه العمال والأجراء. ثم بالطبع كمنظمة نقابية طالبنا السيد رئيس الحكومة بزيادة عامة في الأجور، لأن الأجور ديال كل فئات من العامل البسيط إلى الإطار المتوسط إلى الإطار تأكلت، فطالبنا بزيادة عامة في الأجور قدرناها بألف درهم صافية في كل شهر. ثم بالطبع لن ننسى الأخوات والإخوان ديالنا المتقاعدين والمتقاعدات اللي المعاشات ديالهم جد هزيلة ولا تكفيهم لسد الحاجيات ديالهم، وبالتالي يرمون إلى الفقر والفاقة والإقصاء. كذلك في هذه الظرفية طالبنا السيد رئيس الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للأجر للسميك في القطاع الصناعي والخدماتي وفي القطاع الفلاحي للسماك.
لأن وللأسف الحد الأدنى للأجر في البلاد ديالنا ما كيتعدى شيء 2980 درهم، وخص العامل يخدم أو الأجير 44 ساعة في الأسبوع. فهذا الحد الأدنى للأجر لا يكفي العامل والزوجة ديالو واحد زوجة الوليدات باش يسد الحاجيات ديالو، والدراسات اللي درنا ما يمكن له يعيش بهذا الحد الأدنى للأجر إلا 6 أيام فقط وبأبسط شروط الحياة. ثم سنبقى نطالب بحماية الحريات النقابية.